السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا جماعة الخير، يا وجيه الخير. أسأل الله لكم تمام الرضا والعفو والعافية، اللهم آمين. بالمناسبة، أجمل ما يمكن أن يقدمه المرء منا في مثل هذه الأيام استعدادا لرمضان كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى ربي في اليوم أكثر من 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. يتوب إليه، إلى الله عز وجل، ويستغفر الله عز وجل، ويدمن الاستغفار. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت أعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من اللي ما عصى الله؟ من اللي ما أخطأ في حق الله عز وجل؟ فرصة جماعة الخير لمن قصر في حق ربه أن يتوب وأن يستغفر: رب اغفر لي وتب علي. تأملوا معي هذه الآيات في الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانه، سيدنا صالح يقول لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والله عز وجل يقول لكل من أخطأ وزل وأساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.